السلام عليكم، معاكم عمرو مرسي وحلقة جديدة. حلقة النهاردة عن كلب جيرمان شيبرد اسمه جاكوار. هنسمع قصته من صاحبه ومن الناس اللي اشتغلت معي على التدريب في مزرعة هابينس كانل. وهنسمع قصته، وهنسمع قصة إعادة تأهيله وتحويله من كلب صعب جدا لكلب مطيع جدا وكلب حراسة من الدرجة الأولى. السلام عليكم. انا مهندس معماري احمد امين، ده جاكوار جبته عنده 65 يوم، عنده دلوقتي سنه و8 شهور. طبعا جبته وهو صغير، فكان في مشاكل كتير يعني جت بسبب ان انا مش قادر ان انا بسبب ظروف شغلي اقعد معاه بصوره دايمه. منها طبعا ان هو اي حد غريب بيفكر يخش البيت، دي بتبقى مشكله كبيره قوي، سواء بقى ان هو ينط عليه مره، يعضه مره، يلعب معاه مره. القطط طبعا ما ينفعش افتح باب الشقه وهو يشوف قطه على باب الشقه، ده كان بتبقى مصيبه. لو نزلت بيه الشارع، يعني انا مش هقول لك بمشيه، هو اللي بيمشيني. يعني الليش كنت بجيب ليش طوله مثلا 3 متر ونص عشان اقدر ان انا اعرف اشم نفسي وانا بمشي وراه. طبعا المشاكل دي دخلتني في حته مش كويسه، خصوصا ان هو بيخش شوهات. فالمصيبه ان هو كان في شو والحكم اللي موجود مش مصري، وانا مش عارف اتفاهم معاه ان انا افهمه ان الكلب اجريسيف شويه، ففتح بقه عشان يشوف عمره قد ايه من سنانه. طبعا انا مش محتاج اكمل لك، انت اكيد متخيل الموقف وصل لايه. خدت قرار ان انا مش يا اما يعني اوديه لحد يعلمه السلوكيات دي تبقى ازاي، يا اما مش هعرف اقعد معاه تاني، ان هيبقى مؤذي وممكن مره تيجي في حد بيفهم، مره تيجي في عيل صغير، فهيوديني في مصيبه. في يوم احمد صاحب الكلب كلمني حكى لي قصته. اللي فاكره ساعتها ان هو قال لي الكلب بيعض اي حد من غير سبب، بيطنش ما بيسمعش الكلام، بيمشي في الشارع لو شاف كلب تاني بيعضه، لو شاف قطه بيعضها، اي حاجه بتتحرك ممكن يهاجمها، وفي نفس الوقت في وقت الجد ممكن لو اتخانق مع حد الكلب يقف يتفرج مش فاهم اي حاجه. قاعد معاهم في البيت طبعا ما بيسمعش كلام اي حد، بيندهله ما بيسمعش كلامه، ما فيش يعني الكلب مش متبرمج، بيعمل اللي على مزاجه. انا اول ما شفت جاكوار قلت استحاله الكلب ده يهمني. الكلب كان عنيف جدا، ما فيش حاجه عايز يعض اي حاجه يقابلها. عنيف مع الحيوانات، شرس مع البني ادمين جدا. انا نفسي قلقت منه، وانا كنت معترض جدا ان الكلب يخش، لان كنت قلقان منه يعمل مشكله، يعض اي حد هنا يعمل لنا مشكله. ف بصراحه احمد كان قلبه جامد شويه، ولا انا همسك الكلب واتعامل معاه. اول ما جه كان صعب التعامل معاه، بيعض بمزاجه، بيتحرك بمزاجه، مفيش كنترول خالص عليه. اول يوم جالي الكلب فيه نزلنا الكلب، الكلب دخل قعد اول يوم طبعا زي اي كلب قافش ومش عايز ياكل وقافش على الكلاب قاعد لوحده. من تاني يوم ابتدينا خرجت الكلب قاعد زي ما انا قاعد كده، فبقول له انت لسه بدري عليك مش هشتغل معاك النهارده. لقيته جاب الكوره وجالي، فقلت له طب سيب الكوره، راح سايبها، طب هات الكوره وتعالى، جابها وجالي. هات لي الكوره هنا حطها على رجلي، قلت له خلاص انت كده جبت لي مفتاحك يعني. بعد فتره الكلب لقيته مع احمد اكتر من صاحبه، يعني كلب سلس جدا معاه، بقى في بينهم اتصال جامد جدا. شفت الكلب هادي جدا، بقيت انا اتعامل معاه كويس، ما فيش اي مشكله خالص. بعد التدريب فتره الكلب بقى يعمل حاجات انا ما كنتش اتوقعها، ما شفتش كلب بيعمل الحاجات دي قبل كده. الكلب عاقل قوي بس عايز يتوجه. من الكلاب اللي سهل عليا الكلب ده، ان هو بيحب الكوره، وان صاحبه مشي على اللي احنا بنقوله بالظبط، يعني ما فوتش حاجه، ما بيسيبلوش غلطه يغلطها، وما في نفس الوقت بيكرر معاه الاوامر كل يوم، بيخرج معاه كل يوم. كلب هادي وكلب عاقل،
مجرد ما لقيته بيحب الكوره تعالى نشتغل مع بعض سيت داون ستي، بينفذ الامر كلها بمكافئات الكوره. ابتدينا نزود شويه في الاوامر، ابتدى يقفش عليا شويه، اديله اجازه يوم نرجع نلعب مع بعض تاني، ياخد يتدرب يوم ياخد اجازه يوم يخرج يلعب بس. ابتدينا نشتغل في الشراسه، الكلب بيتفرج على كلاب تانيه جنبه، في الاول طبعا خايف شويه، بعد كده ابتدى يتجرأ واحده واحده لغايه لما وصل ان هو بقى عارف يعض على الدراع وعلى البدله وعلى صايه وعلى الكرباج وعلى الاصوات العاليه، كل حاجه بقى تمام. ابتديت اشتغل على اكتر من مهاجم، لما وصلنا لاقصى درجات الشراسه معاه ابتدينا بقى نهديه ونبرمجه تاني، امتى تعض وامتى ما تعضش، امتى تحرص، امتى تسيب المهاجم اللي انت مركز معاه وتركز مع صاحبك، امتى تنزل من العربيه لو في مشكله وتركب العربيه تاني لما صاحبك يندهلك. كلب ده جاكوا، كلب جميل حلو، قلب كويس، كلب انا بهاجمه، كلب كمان يعني بيشجعني اكتر وانا بهاجم الكلب. الكلب في طلعته بركز اول حاجه طلع عليها بيمسك الدياجه ازاي، ما بيخافش، ما بيخافش من العصايه، ما بيخافش من الكرباج. كلب جميل جدا في هجمته، كلب فاهم يمسك الدياجه ازاي، يطلع يمسك فيه. الكلب وانا بطلع معاه او بنزل او بصور بحس ان انا نفسي ان انا الحرامي. الكلب بيديني شغل احسن، بيخليني اقضي بالكلب احلى واحلى من كده، وكل ما بديك كلب بيديني معايا. واحده واحده بدانا نعلي درجات الحراسه معاه، من ان هو يطلع يهاجم بس لان هو يحرس، وامتى يثبتني في مكاني ما يعضش، وامتى يعض على حسب الامر اللي هو ايه بيدي الكابتن بتاعه. جاكوار بيعرف ياخد الاوردر كويس جدا، وعضته مظبوطه ما بيطلعش، مش بيهبل زي ما بنقول، بيفهم احنا طالبين منه ايه كويس. بلس بقى معاه ان احنا الاول ما كناش بنعرف نقف جنب منه بعد ما بنخلص الهجوم بتاعنا، دلوقتي هو اتعلم ان هو يقف، نتعامل عادي، يهاجم بس بالامر، مفيش اي خطر علينا خالص ان احنا ممكن نكون قاعدين معاه مع كابتن او صاحبه غير باوردر منه هو يقدر يهاجمنا بيه. الشغل مع الكلب مش لاقي له نهايه من جمال شغله، هو من الكلب نفسه حاوته او وسطه في الهجوم بتاعته جميله جدا. وكلب في الحراسه كلب زي دوت يعني الا ان كلب زي ده بيفهم وبيعرف يهاجم صح ويمسك في الضهر صح، كلب ده فاهم بيمسك فين وامتى يسيب وامتى يمسك. وكمان الكابتن احمد توفيق عارف يدي الكلب ستايل طاعه ازاي، وامتى احركه، وامتى الكلب يثبتني، وامتى الكلب يجيله، وامتى الكلب يكون قاعد سيت او داون او ستي او ستوب وما يتحركش، والحرامي ماشي جنبه ويتحرك عادي. الكلب ما بيعملش اي حاجه غير بالاوردر الكابتن احمد توفيق اللي بيقوله له. يعني انا اللي شفته من تدريب مع كابتن احمد في الكلب، احمد بيكلم الكلب والكلب بيستمع. انا حاسس ان انا بتعامل مع بني ادم قدامي، شايف الكلب فاهم، هات الكوره يروح يجيب الكوره، عارف ايه الكوره اساسا. يعني انت لو معاك طفل صغير بتقول له هات الكوره هيقعد يدور عليه حواليه مش فاهم ايه الكوره دي اساسا، فالكلب فاهم الكلام ده كله. حتى الكلب لما اتعلم الهجوم والحراسه والكلام ده كله، المهاجم او ايا كان عدوه ماشي قدامه مفيش، مش فارق معاه اي حاجه غير بالامر. فالكلب اتحول من حاجه ما ينفعش تربى في بيت لحاجه ما ينفعش استغنى عنها في البيت. طبعا الكلب لما اتدرب حاجه تانية خالص. يعني انا الاول كنت ببقى شايل هم الوقت اللي هخش اقعد معاه فيه، الاول وقت ما هرجع من البيت. طبعا انا اول ما برجع كان طبيعي ان هو بينط يجيبني، ولما كبر بقيت على الارض، يعني هو بينط بعزمه بسبب ان هو فرحان، فانا ما ببقاش متضايق منه بس ببقى متضايق من تصرف نفسه. بعد التدريب طبعا خلاص هو عارف ان ليه حد معين، ما ينفعش ان انا ابقى راجع ينط، ما ينفعش افتح باب الشقه يطلع يجري، بمشي بيه في الشارع عادي طبعا. يعني انا ببقى ملبسه الليش عشان الناس بتخاف مش عشان هو هيجري. يعني انا لو فكيته في حته انا متاكد ان هو اخره هيبقى 2 متر حواليا، عمره ما هيجري. سافرت بيه بعد التدريب، انا عايز اقول لك ان انا كنت قاعد في مكان غريب ومقعده في جنينه مفتوحه، ما فكرش مثلا. هو اول مره خرج لقيته قاعد قدام باب البيت وخاف يمشي، فطبعا قبل التدريب الكلام ده كان طبيعي هيطلع يجري لغايه لما يتعب وينام، كانش هيرجع. بيلعب مع كلاب تانية مع قطط، موضوع بقى عادي بالنسبة له أي حاجة،
طول ما انا ما اديتوش اوردر خلاص هو واخد يعني عامل حسابه ان ده تمام وما فيش اي مشكله. رجعنا لكم واهم حاجه طلعنا بيها من حلقه النهارده ان الواحد لازم يهتم بكلبه جدا ويدربه كويس جدا، ولما يضطر او لما يوديه لمدرب تمام في الحاله دي لازم يوديه لحد كويس مش اي حد، ما يودوش لحد والكلب يتضرب ويتعذب ويتبهدل تمام وبعد كده يجي يقول ده الكلب بقى مميت ولا الكلب بقى شرس ولا الكلام ده كله. بس كده دي اهم حاجه في حلقه النهارده، واستنونا في حلقات جديده ان شاء الله.